كتير بعد ساعة ونصر بس مساء كتير وليس ليس هناك ما يطالب على كل المعطيل الحقيقة كلكم كلمته بس أوي أوي ولكن أنا بقول إن السينما عملت اللي فشل في كل السياسيين جمعتنا على الحب وكلمة حب من أفضل كلمات اللغة العربية اللي حب ود وحلائق كراهية وضغينة فكلمة حب بتشع الإنسانية والفيلم بيشع الإنسانية والحب التكاتف اللي بين الدولة العربية كلها بما إننا جسد واحد جسد واحد بيعاني من نفس الأمراض ونفس الآفات بحلم بأفلام مشتركة تحارب الأمراض اللي بتصيب الجسد العربي كله عايزين نتكدس ونلزق كتابنا ببعض عشان مفيش عارف يعرف يتصرف ويدخل من الأمان النهارده شعار المهرجان القدس العربية القدس العربية غصب عن عين أي حد مش مجرد ان حد قال هنقل صفاتي يبقى مش عربية القدس عربية وستظل عربية بس احنا لازم كمان ما نكتفيش بالشعار لازم نعمل على هذا بحبكم كلكم استاذ نورين انا بكت من اسعد لحظات حياتي لما شفتك بحبك اوي كاسك لوطن كان يعني محفور في قلبي لغاية النهارده لسه فاكره كل الكلمات لي ربنا يديك الصحة دكتور عمر وتسهلنا دايما بأعمالك الجميلة شكرا لتنبيهكم